وين دمك؟ وين دمك شنو؟ عيب ولا انت بعد ولا انت والله ترى قسم بالله ما بعد اصلا تطبخ اصلا ترموا ترى في ناس تشتغل ايش قسم يا انت عقلنا ما خبرتك مهفه مثل اخوك لي بس اكل انت الاكل ما تحمس ما تحمس خلاص اسبي اسبي خلاص اول انا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صح صح اسفين اسفين يا اسفين محمد علي صراحه غلطتوا انت غلطتوا خلاص انتظروا لي يكمل الفطور وذا ايش فيكم جاي من مجاعه اسد اللقمه اللي من مساعه للحين ما خلصت لا ما تخلص على طول شيك النوري شلون شلون لا خبزه كامله صحيح خبزه كامله ذي اللي فيها ديه ترى الطريقه دي ما بعد لازم نشوف لنا حل اليوم شو تشوف لنا حل شو اسوي طيب انا خش لهم ترى ما خايفين وسكنتني وايد ولا كلمه لو سمحتوا جالسين رتب فطور اللي فطر الله يعطيكم العافيه ما فطرت العافيه وبيوتكم ما فطرنا ما فطر؟ لا لا سام تفضل انت ما فطرت؟ جالس في الزاويه ما فطرت منك يبا منك منك تاكي فطرت فطرت وخلاص يبا خلاص بدي وضرين انت بموضوع موضوع فوق الحراره اصبر بالله مثلا عيب وياهم محمد خلاص عادي خلاص اخذنا نظراتي دقيقه والله ما تاخذنا بدوين والله ما نظراتي والله ما تاخذنا والله انا اعلمكم اكره حاجه تعرفون ان احد يبتدي اكره ولا نتجمع كلنا جالسين بالحراره والرطوبه انا وضياء خلاص هذا اسفين يا سامحنا كيفنا حيل سامحنا اسامحكم مريض مريض ترى هو اللي وصلنا قال لنا قوموا اكلوا مريض